ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على التوقعات اليومية يوم الاربع 22 يوليو لعام 2020. الابراج، هتكلم على الابراج الهوائية والابراج الترابية. اتكلمنا على فيديو تاني في الابراج النارية والمائية، اما حاليا الهوائية والترابية. هيكون الابراج الاكثر حظا هي الابراج الهوائية، والاكثرهم حظا هو برج الجوزاء. بس تعالوا نبتدي بالابراج الترابية زي ما متعودين، بداية من برج الثور. برج الثور يوم الاربع بالنسبة لك هيكون يوم فيه ضغوط، في قد ايه من الحاجات اللي انت عايز تنجزها تخلصها، مسؤوليات عايزين نخلصها، يمكن عايز تخلص المسؤوليات او الضغوط اللي وراك على قبل ما تدخل في يوم الخميس. ولكن هو عامة هو يوم هيكون متميز، هيكون بيساعدك انك تخلص الاعباء اللي وراك، ولكن انت هتحس بمسؤولية او ضغوط لانك ممكن تكون فيها من اليوم اللي قبله، فانت حاسس بتقل شوية. كمان انت مطالب قوي بانك تقعد في مكان بتشوف اوراق، بتخلص حاجة، يعني ان انت مش بتغير. وبرج الثور على قد ما انت برج ترابي وممكن عاشق شوية للروتين، لكن بتزهق، بتبقى محتاج تفصل في النص، ولكن حاسس ان الوقت مش بيسمح لك ان انت تفصل، ان انت تاخد راحة. ولكن عامة يا برج الثور، لو هتكلم على نصيحة، هقول ان احنا نستغل اليوم ده ونخلص فيه عشان نستعد لمراحل جديدة في حياتنا الفترة اللي جاية. هو الصعوبة مش يوم صعب، هو يوم فيه مسؤولية، في فرق ما بين المسؤولية وفي فرق ما بين الصعوبة، ولكن هو يوم فيه مسؤولية ضغوط، لكن انت قدها كتير يا برج الثور. هتيجي على نهاية اليوم هتقول ان انت عملت حاجة قوية، حاجة رائعة، هتكون فخور بنفسك كتير. برج الثور هيكون عندك غيظ من الاشخاص اللي بيتدخلوا في شؤونك، اللي يقول لك لا دي ما بتتعملش كده، دي بتتعمل كذا كذا كذا. هتبدأ تتغاظ، اللي هو انت بتعدل عليا، انت بتعدل. فالحتة دي هتكون موجودة كتير عند برج الثور. عامة ده برج الثور. تعالوا اتكلم على برج العذراء. برج العذراء في يوم الاربع يوم 22 يوليو بالنسبة لك مش هيكون الافضل. انت عندك يوم الخميس افضل، شوفوا بغششكم ازاي. يعني عامة هيكون اليوم ده، خلينا ان احنا نكون مستعدين لبكرة اكتر، اللي هو يوم الخميس. خلينا نكون بالفعل مستعدين ليه، نحضر نفسنا، نحاول ان احنا لو عندك حاجات تقيلة وضخمة وصعوبات وحاسس ان ممكن يكون فيها لخبطة، اجلها، أجل لو تقدر تأجلها أجلها، هيساعدك كتير الموضوع ده. برج العذراء بالفعل هيكون يوم الأربع بالنسبة لك مش لطيف زي الخميس. يوم الأربع ممكن يكون أنت عندك مشاحنات مع الأهل، ضغوط شوية كلامية، مشادات، أنت نفسك نفسيا مش طايق اللي قدامك، مش طايق تتعامل مع الآخرين، لأن أنت نفسيا مهلك، يعني أنت حاسس أن أنت مش قادر، مضغوط، الماضي مؤثر كتير عليك، المشاكل اللي انت مريت بيها مأثرة عليك، الماضي، الحبيب اللي كنت بتحبه، او مشاكل في الحب، مشاكل عائلية كتير عند برج السرطان. حاسس ان انت بالفعل مضغوط، مش قادر على مواجهة حاجة، مش قادر، انك حاسس ان انت عندك مرحلة كده زي استسلام، زي مش متزبط. ولكن حاول على قد ما تقدر انك تكون بتحضر نفسك للفترة اللي جاية، حاول انك تكون مش بتتعامل مع الاخرين في نقاش وحدية في الكلام والحاجات دي كلها، نبتعد عنها، لان ممكن ندخل في مشاكل اكتر وده يأثر علينا في اليوم اللي جاي. نخلي بالنا كتير جدا 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 برج العذراء. ولكن هو يوم هيكون حلو علينا لو هو مر مرور الكرام، يعني ان هو نحس ان هو عادي، مفيش مسؤوليات احنا بنعملها، مفيش اشياء كتير احنا بناخدها، الحاجات دي لو احنا ماشيين الموضوع عادي هيكون سلس كتير. طيب برج اللي بعد كده برج الجدي. برج الجدي يمكن هيكون يوم افضل من اللي فات، او من الايام اللي فاتت، يعني مش اللي هو امبارح، لا هيكون يوم افضل من الايام اللي انت مريت بيها قبل كده. هيكون عندك خطوات جديدة، او ان انت عايز تكون شيء جديد، عايز تتغير، مش راضي بنفسك يا برج الجدي. عندك انتقال لمكان، او بتفكر لانتقال لمكان تاني، عندك افكار كتير جدا جدا، من كتر التفكير يمكن بتدخل تنام يا برج الجدي، بتفكر ساعة وساعتين قبل ما تنام، فما تعرفش تحدد وقت انت نمت امتى، لانك اتقتلت نوم مش نمت. يعني انت مش داخل عشان تنام، انت داخل تفكر وتتخيل وتنام، فبتنام غصب عنك. برج الجدي تفكير متواصل، حسيت خلاص بصداع، ما تفكرش كتير،
ما تحلمش بحاجه كبيره انت مش هتقدر تعملها دلوقتي. ليه؟ لان ده هيصيبك باكتئاب. اما حاليا اللي تفكر فيه يا برج الجدي انك تفكر في اللي في ايدك، تفكر ازاي تصلح، ازاي تصلح من تعاملك من شخصك، تصلح من تعاملات الاخرين من شخصهم، ازاي اخد المصلحه ليا، ازاي اني انا اكون حد جدي، ازاي استغل الفرص، ازاي اكون ايجابي. استغل ده وبعد كده احلم بالحاجات الايجابيه، لان طول ما الارض صلبه تقدر تحلم بحاجات اكبر، تقدر تتحمل الارض بتاعتك. لكن انت ارضك مش ثابته، ارضك صعبه شويه ان هي تتحمل احلام كبيره. انا طبعا ما اقصدش ان انا عاجز حد، لكن انا اقصد المصلحه اللي برج الجدي. يعني طبعا انتوا عارفين ان انا بتكلم من جهه المصلحه ليكم، لان برج الجدي من برضو من الناس العزيزه عليا. عامه ده مجموعه الابراج الترابيه، بتمنى جدا تاخدوا بالكم من النصايح اللي اتكلمت فيها. اما اتكلم بقى على الابراج الهوائيه، تعالوا ابدا ببرج الدلو. برج الدلو يمكن هيكون عندك حظ بس مش هيكون قوي، انت هتحس ان هو مش قوي جدا، لكن في حقيقه الموضوع هو يوم ايجابي. هيكون عندك مسؤوليه وعندك ضغوط، هتحس او هيجيلك بعض الوقت اللي هتحس ان انت انا مش قد المسؤوليه دي، تقل عليا قوي، انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اخد قرار. حاول انك تستشير حد، لان يا برج الدلو يمكن انت زعلان شوية على حد بيمر بمشكلة صحية، فده يمكن مأثر عليك نفسيا. كمان انت عندك ضغوط عاطفية، بتحاول انك تسعد الشريك وتيجي على نفسك، بس ممكن تكون بتمر بضغوط عاطفية او حاسس بمسؤولية البيت وان هي عائق عليك شوية، وممكن تحس ان محدش بيساعدك. هي حاجات ممكن تكون بسيطة جدا جدا، ولكن انت كإحساسك اللي محسس نفسك انه صعب. ابدأ اشحن الإيجابية جواك، ابدأ ان انت انطلق، اعمل حاجة بتحبها قبل ما تبدأ في مسؤوليتك، قبل ما تذاكر، قبل ما تبدأ في مشروع. نعمل أكلة بنحبها وناكلها، تحس ان انت فريش اكتر. اشرب عصير فريش على فكرة. كمان خلينا نكون إيجابيين، ابعدوا عن الحر، الهواء المكتوم. البرج الدلو انت مش متحمل هواء مكتوم، نفسك لازم يكون سليم. حاول ان انت يكون جسمك يعني ابعد عن الحر بقى، خليك قاعد في تكييف، يا اما صلت المروحة في وشك، اللي هو خلي نفسيتك، لان الجو هيقلب معاك بتغيير في النفسية مش لطيفة. دي نصيحتي لبرج الدلو يعني، وبرج الدلو عارف ان النصيحة دي مهمة جدا جدا لاسلوب حياة عندهم. عامة تعالوا اتكلم على برج الجوزاء. برج الجوزاء بالنسبة لك يوم سعيد، يوم فيه استقرار، يوم فيه تفكير برضو مستمر معاك، للتفكير بالإيجابية، للتحسين، للأفضل. مش انا قلت لكم قبل كده ان برج الجوزاء النص التاني بالنسبة لك هيكون عندك قدرة على تحسين ذاتك من خلال شخصك، من خلال تفكيرك، من خلال ان احنا هنظبط نفسنا جدا. او برج الجوزاء انت يوميا يوم بيوم بتتظبط حياتك، حتى لو في بعض الايام اللي هتقابلنا فيها قلة حظ على فكرة، ما طبيعي طبيعي هيقابلنا. بس عامة عشان احنا بنتكلم على يوم الاربع، يوم 22 يوليو، يوم متميز، افكار كتير جدا جدا، بداية خطوات تانية، تمسك حاجات من طرف الخيط مرة تانية، هيكون عندك اشياء جديدة، بدايات موفقة لبرج الجوزاء. هيكون عندك كان في خلاف مع حد فيكون في مصالحه، هيكون عندك مشكله قانونيه هتبقى فيها مصالحه، هيكون عندك المصالحه دي لايجابيه ليك انت، في فرص عظيمه هتقابل برج الجوزاء. هيكون فرصه بالقبول في حاجه، عندك قبول اساسا، قبول لقبول شخصي، يعني الاشخاص هيكون بتتعامل مع حد فهتحس ان انت محبوب جدا، مألوف جدا، عندك قدره انك تودي كل مكان للمكان او كل حاجه في المكان الصحيح، قادر توظف خطواتك في المكان الصحيح بشكل قوي. بشوف ان برج الجوزاء هيكون عندك قد ايه من التميز، قد ايه من ايجابيه، قد ايه من التفاهم، قد ايه من القدره على تحقيق الايجابيات اللي انت رسمها لنفسك، وكمان تحقيق ذاتك. يعني هتكون قادر تواجه وقادر تتحدى بشكل قوي، تتحدى الاخرين، تتحدى نفسك، تتحدى المواقف، هتكون عندك القدره القويه جدا على مواجهه اي شيء. بس ما ندخلش في مواجهه، يعني انت عندك القدرة على التحدي، بس اللي يتحداك اهلا وسهلا. اما احنا نتحدى حد، لا بقى مش عايزين نشغل دماغنا. عامة تعالوا اتكلم على برج الميزان. الميزان عندك خلال يوم الاربع في ايجابية قوية، ويمكن بالنسبة لنا يعني اللي هو فرح بقى، هيصة، يعني هيكون عندك فعلا في شيء ايجابي، في شيء هيسبب لك قدر من السعادة بعد احساس شوية كنت داخل على الاكتئاب. هيكون عندك قدر من السعادة في حاجة بداية
بدايه جديده، في بدايه جديده لبرج الميزان قويه، بدايه عمليه، بدايه عاطفيه، بدايه حياتيه، بدايه تغيير، في صلح، في تعامل جديد مع حد، هنتعرف على اشخاص جديده، هنتعرف على اصدقاء جدد، هيكون عندك في شيء جديد في حياتك، نفسيتك كمان بتتجدد. موضوع كان مقلق قوي، موضوع كان مربك، حسيت مره واحده كده ان الموضوع ده عادي قوي، ايه ده يعني مفيش حاجه خالص فيه، احساسك نفسه بيتبدل. فشايفه ان هو يوم ايجابي جدا جدا، نابع من جواك وكمان من اللي حواليك، والمواقف اللي حواليك بتشحنك بيه ايجابيا. يوم متميز على برج الميزان. لو هتكلم على نصيحه معينه، احذر جدا، او هقول لكم مش احذر من حاجه، هقول لكم كبروا دماغكم، كبروا دماغكم من خلافات، كبروا دماغكم من شخص بيحاول يتحداكم، يمكن احلامكم هتكون ليها مغزى، ليها معنى قوي جدا جدا. فنحاول كمان ندرس الاحلام اللي احنا بنحلمها، ويكون ليها هيكون ليها خطوات او مدلولات قويه جدا تعرفك الناس اللي حواليك، بس ما تخلاش ياثر فيك. يعني لما تعرف ان شخص خبيث ما ياثرش فيك او ما توضحش ليه، عشان الشخص ده بيداري نفسه واحنا مش عايزينه يداري نفسه، احنا عايزينه مكشوف. فده مهم جدا جدا. عامه انا مش هطول عليكم، ولكن بتمنى جدا جدا سواء من الابراج الهوائيه او الابراج الترابيه ان احنا نكون ايجابيين اكتر. تفائلوا بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه. طبعا بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.